بعملية الإحماء نحو جهاز الانطلاق نغم البريق ابنة فلاسكيس والأم دجلة ابنة أمير البريق برفقة الخيال المتألق عمر غدير. الإحماء هو المهر ابن الأيال ابن الفاحذ الأيال والأم آية المالكين حسام دعنا ومدحت نجمي أبو هاني تدريب اسطبلات آل أبو جبل وعلى صهوته الخيال أحمد أبو جبل. إذن نغم البريق مع الخيال عمر غدير أولى المتجهات بعملية الإحماء نحو جهاز الانطلاق يليها المهر ابن الأيال مع الخيال أحمد أبو جبل. ملاك ومدربين خيول الشوط السابع إن شاء الله تعالى ابن الأيال مع أحمد أبو جبل داخل جهاز الانطلاق لحظات لإطلاق أمهار الشوط السادس مشاركين اثنين في الشوط السادس أمهار مواليد عام 2015 خيول عربية أصيلة مستوردة لحظات وثواني معدودات. إذن بالفعل انطلقت خيول الشوط السادس بانطلاقة ثنائية وصراع ثنائي وانطلاقة موفقة بالمراحل الأولى من هذا السباق. ابن الأيال مع أحمد أبو جبل انطلق بالمقدمة ونغم البريق مع عمر غدير تلاصقه وتصارعه على صدارة هذا الشوط بالمراحل الأولى من هذا السباق. الأمهار الآن بصراع ثنائي قرابة المنعطف الأول أحمد أبو جبل على صهوة ابن الأيال بالمقدمة ونغم البريق بالمرتبة الثانية. الأمهار الآن تدخل المنعطف الأول ما يزال ابن الأيال متصدر عن نغم البريق. عمر غدير يحتفظ بنغم البريق للأمطار الأخيرة. الأمهار الآن ما بين المنعطفين بكبار الدخول إلى المنعطف الثاني. ابن الأيال لا يزال متصدر ونغم بالمرتبة الثانية. الأمهار تخرج من المنعطف الأخير متجهة نحو الخط المستقيم بصراع ودخول ثنائي من البداية. ابن الأيال ونغم البريق بصراع من البداية أحمد أبو جبل وعمر غدير مع نغم البريق. ابن الأيال مع أحمد أبو جبل ونغم البريق مع عمر غدير. ابن الأيال من الخارج ونغم البريق بل هو ابن الأيال مع أحمد أبو جبل بالمرتبة الأولى ونغم البريق مع عمر غدير بالمرتبة الثانية بدخول ثنائي منذ الانطلاق حتى الرمق الأخير. مبروك ألف مبروك لابن الأيال مع أحمد أبو جبل. مبروك لإخواننا من بيت المقدس للإخوة حسام دعنا أبو العبد ومدحت نجمي أبو هاني تدريب اسطبلات آل أبو جبل وعلى صهوته الخيال أحمد أبو جبل ونغم البريق. تفضلوا أصحاب المراتب الأولى إلى منصة التتويج. حل أولا بالشوط السادس بطل ميدان المذبح المهر الذي أبرز السيطرة في بطولة ميدان المذبح ابن الأيال ابن بطل عروض الجمال الأيال إي والأم آية للمالكين حسام دعنا أبو العبد ومدحت نجمي أبو هاني تدريب اسطبلات آل أبو جبل وعلى صهوته الخيال أحمد أبو جبل. وحل الثاني أن المهرة نائبة بطلة ميدان المذبح نغم البريق ابنة الفحل فلاسكيس والأم دجلة بنت أمير البريق للمالكين الشيخ عنان ومحمد خضر وأصحاب المراتب الأولى والثانية بتتويج ثنائي أخوي بروح رياضية أخوية على ميدان الأحلام كما قلت البطل ونائبة البطل ابن الأيال والمهرة التي لا تكل قوة ولا أهمية نغم البريق فليتفضلوا بتتويج ثنائي أخوي على ميدان الأحلام. مبروك مبروك للمالكين الشيخ عنان ومحمد خضر بتتويج ثنائي أخوي. مبروك ألف ألف مبروك. صورة تذكارية من الأخ مجد غرفات أبو الوديع لابن الأيال ونغم البريق. مبروك لحسام دعنا مبروك للشيخ عنان مبروك ألف مبروك. إذن تكتمل الإثارة شيئا فشيئا ننتقل إلى